معناه ان جزء من الغضروف اللي موجود ما بين الفقرات يتحرك من مكانه ويضغط على العصب ويسبب الالم المريض بيشتكي منها. الضغط على العصب هو اللي بيسبب الالم، وحسب مكان الانزلاق والعصب اللي بيتاثر بتظهر الالم في مكان. فلما تبقى في الفقرات الرقبه بس انزلاق غضروف في عنق يسبب الم في الدراع، ولما يبقى في الفقرات القطريه يسبب الم في الرجل، ولما يبقى في الفقرات الصدريه بيسبب الام حوالين القفص الصدري. الاعراض بتاعت الالام اساسا بتبقى نتيجه الضغط على العصب، وبتبقى موجوده زي ما لسه قايل في الاطراف. يعني وجع الظهر مش صفه او فيتشر مهمه في الانزلاق الغضروفي، بيبقى في الاول بس وبعدين بالتدريج يختفي لغايه لما يظهر الالام، بنسميها عرق النسا. علاج الانزلاق الغضروفي بيمشي في مراحل احنا بنسميها زي السلم كده. ففي السلمه الاولى اللي هي العلاج اللي بنسميه التحفظي، ان المريض يرتاح وياخد ادويه مسكره وحاجات مضاده للالتهابات ومجموعه مختلفه من الحاجات الثانيه، وده بينجح في نسبه حوالي 60-70% من الحالات. بيبقى مجموعه من المرضى ان هم اللي ما بيستجيبوش للعلاج الدوائي وللراحه، ودول اللي بيحتاجوا تدخل نوعين، يا اما تدخلي بانواع مختلفه من الابر زي حقن او ابر التردد الحراري، او التدخل الجراحي بواسطه الجراحه الميكروسكوبيه. الجراحه الميكروسكوبيه دلوقتي العلاج الكلاسيكي المفضل او المتبع في حالات فشل العلاج التحفظي والدوائي في علاج الانزلاق. الجراحه بقت حاجه بسيطه جدا، بقت تسمح للمريض انه يعمل العمليه في خلال ساعتين بره المستشفى في بيته، ويتحرك بعد العمليه بساعات، بيرجع شغله ما بين اسبوعين لثلاثه بعد الجراحه، ونسبه نجاحها تتخطى 97%.